هاي عندنا احنا نسمي عندنا الفعل نسمي النظرية بالفعل او بالصيرورة بالمستقبل بالقوة. يعني الان هذه النطفة اللي تكون في رحم المرأة فعلا نطفة، لكن بالقوة شنو راح تصير؟ راح تصير انسان، تمام؟ راح تكبر تترعرع هالنطفة الى ان تملأ الرحم. ولهذا اكو نزاع عند فقهاء المسلمين ان اذا واحد اعتدى على امرأة فاسقط النطفة، هذه النطفة اذا سقطت ايش تعتبر؟ يعني افرض عملية اجهاض، سوالها عملية اجهاض في مراحل الحمل الاولى، هل يعتبر هذا قتل؟ يعني هذا الكيان اللي مر عليه افرض 15 يوم او مر عليه شهر، هل يعتبر انسان؟ يو لا، يعتبر مو انسان فعلا، يعني سمي علقة مثلا. الان اكو عندنا بعض فقهاء المذاهب الاسلامية الاخرى لا، يرى ان اسقاط النطفة نوع من انواع الوئد، قتل، ماكو واحد يئد لواحد يقتله، يرى ان اسقاط النطفة وئد، هذا قتل. ليش؟ لان يقول هاي فعلا نطفة لكن بالقوة شنو هي؟ هي بالقوة انسان، هاي اذا نتركها طبيعيا تتحول الى انسان، اذا اعتدينا عليها اعتدينا على انسان في المستقبل، ولذلك يحمل القود. نبه لي، اكو فرق، يعني هي يو يكون عقابة مدني يو يكون عقابة جنائي. عد فقهاءنا العقاب مدني، شنو اوضح لك الفكرة؟ يعني الآن صارت حادثة في أيام الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق جاي يريد يطوف بالكعبة الشريفة، المنصور الدوانيقي كان جاي ويا الحاشية والأتباع قاعد داخل بالحرم وما واجد مجال حتى يلتمس الحجر، كان ازدحام ما يقدر يطوف من الازدحام، حطوا له طنفشة جلس بجانب من جوانب الحرم. لما قعد اجى الامام الصادق سلام الله عليه، بمجرد ان دخل ناس انفرجوا له قاموا يوسعوا له، مثل عينا تماما مثل الحادثة اللي صارت للامام زين العابدين مع هشام عينا. فلما وسعوا له واحد من اللي واقفين الى جانب المنصور سأله قال له يا امير المؤمنين من هذا؟ قال له ما على كل حال ما متبين انا زين. التفت للربيع قال له يا امير المؤمنين هذا جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه. قال له هذا الذي اتخذه اهل العراق ربا؟ غريب يعني. قال ما ادري، هذا هو جعفر محمد الصادق. زين، اجى الامام سلام الله عليه جلس بحجر اسماعيل يتهجد ببعض الركعات، بالاثناء اجى واحد يركض الى المنصور دخل عليه قال له اصلح الله الخليفه، اكو عندك غلامك فلان المملوك اللي عندك فلان هذا مات، ولما مات اجى لي واحد من بعد الموت قطع رقبته، جثى على صدره وقطع رقبته، وما ندري احنا هذا بيش نعاقبه، هل نعتبر جريمته جريمة جنائية يو لا نحمل دية؟ يو اذا جنائية نحمل قود يعني نقتله، يو لا نحمل غرامة. التفت المنصور الى من كان حوله من الفقهاء، يعني اللي يسموهم فقهاء الواقع، والا غالبا هو غالبا البلاط مع الامويين او البلاط مع العباشيين بينا ماين عجيبه غريبه، يعني النماين اللي بيه مثل الشعبي مثلا، الشعبي يقول انا احلف بالله اشهد بالله ان علي بن ابي طالب انزل الى قبره وهو لا يعلم من كتاب الله ايه، فالتاريخ اكو بيه فد وسخ عجيب والله عجيب. هسه هذا الكابر الحقيقة المكابرة في مقابل الحقائق، ليش؟ يعني الشمس يخفى نورها لهالدرجة؟ الغرض فمن هالنوع
هذا سألهم قال لهم ما رأيكم، شنو رأيكم بهالمسألة؟ قالوا له والله احنا ما مسبوقين، ما يعني ما مر علينا قضية كهذه. احنا نعرف واحد يقتل له واحد عدل، اذا رادوا اهل القود لهم حق يقتلوا به يقودونه، اذا لا انتقلوا من القود الى الدية يأخذ 1000 دينار ذهب، هاي دية الحر، هاي نعرف. اما ميت من بعد الموت يقطع رأسه، هذا شنو حكمه؟ ما مر علينا. التفت الى الربيع قال له اذهب الى جعفر بن محمد سئله، قل له قضية من هالنوع، واحد اعتدي عليه بعد موته وهو مملوك، نعم قطعت رقبته، شنو حكمه؟ اجى الامام سلام الله عليه فريق من بعض الركعات قعد يم الربيع، قال له ابن رسول الله عندنا حادثة من هالنوع. قال للإمام سلام الله عليه، الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلى قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من نطفة من ماء مهين، ثم جعلنا ولقد خلقنا الإنسان من نطفة ثم انتقل إلى علقة مضغة، إلى قوله تبارك الله أحسن الخالقين. قال للإمام المراحل اللي يمر بها، نطفة وعلقة ومضغة وعظام، ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال له أي دور من هالأدوار اللي يمر؟ يقولون الفقهاء على كل دور 20 دينار قبل أن تحل فيه الحياة. يعني أولا دور النطفة، ثم دور العلقة، ثم دور المضغة، ثم دور العظام، ثم دور اللحم، 5 أدوار كل دور عليه 20 دينار، إذا حلت فيه الروح يأخذ بها 1000 دينار. هذا الميت حكم الجنين قبل أن تحل فيه الروح، يعني قبل أن يكون بالشهر الرابع نبالي، فعينا هذا يسموه وحدة ملاك منطلق من هالنقطة بالذات. مثل ذاك عليه دية 100 دينار، هذا عليه دية 100 دينار. ده اجى الربيع الى المنصور قال له يقول هكذا، قال له هذا دليله؟ قال بلى. التفت الى من كان حوله قال هل فيكم احد يحسن ان يفتي بمثل هذا؟ ثم قال له اذهب الى، قل له زين هذا الان اعتدي عليه بعد موته، وهذا ما إلا ما يملك حتى هو يستحق هذا المبلغ، العبد وما يملك لمولاه، في المن هاي الدية تدفع للمولى لغيره؟ قال الإمام لا، يتصدق بها عن بعد موته. رجع قال الإمام يقول يتصدق بها عن بعد موته. موضع الشاهد أن هاي المراحل اللي يمر بها الإنسان هذه مراحل بين أمرين عقابها، إما أن نقول عقابها مدني فعليه غرامة، أو عقابها جنائي فعليه قتل. فالإمام سلام الله عليه عندما يمر بين هالمراحل